السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين ومتابعين قناة عبد الله في كل مكان. تحياتي لحضراتكم. النهارده يا جماعة طالعين الصيد بريمة. يا جماعة صيد الريمة بدأ بجد. الايام اللي فاتت دي كانت ايام بشاير الريمة، انما دلوقتي يا جماعة نظرا ان الحر دلوقتي بسم الله ما شاء الله درجة الحرارة ارتفعت قوي، الجو بقى صيف. يعني الاسبوع ده عندنا في البحيرة الجو صيفي، ويقال ان بقية الاسبوع ده يوم الاربعاء هتبقى درجة الحرارة 28، وده احنا بنتبسط لما درجه الحراره ترتفع علشان خاطر الريمه اللي في الارضيه بتتحرق، بننزل احنا بعود الريمه نضيف بناخد السمك. موسم الريمه يا جماعه بدا، ويا ريت حضراتكم اليومين دول تهتموا بالريمه وخليكم معانا. احنا هنقضي اليوم ده ريمه ان شاء الله، خليكم معانا ونهاركم زي العسل. احنا على عيسى برضو يا جماعه، يا كريم يا رب. طلبيمه ايه؟ طلبيمه ايه؟ طلبيمه الغله ايه؟ اثنين مع بعض. مين يا ولد؟ مين يا ولا شلاطين الغله بالريمه ايه؟ نم مع بعض اهم. يا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا رب. دي يا جماعه شلاطين الغله بس بالريمه. نهاركم زي العسل، نم مع بعض اهم. اول استفتاح نهاركم زي العسل. يا من انت كريم يا رب. يا من انت كريم يا رب. اصلح الحال يا رب. حفاظا على الزريعة يا جماعة، ارموا السمك الصغير ده حفاظا على الزريعة، هتفرج وهناخد الشلاطين بتاعة الغلة والله، وهتبقى نهاركم زي العسل. الريمة يا جماعة اشتغلت، الجو الحر ده بقالنا كام يوم الجو حر، الريمة بسم الله ما شاء الله كل الناس بترزق، كل الناس بتاخد سمك. موسم الريمة يا جماعة موسم جميل، وعايز حضراتكم اللي ما بيصطادش بريمة يحاول يجربها، الريمة مسلية وحلوة وهو ده موسمها. وانت مش معايا يا رضوان، انا من ساعتها بقول لك بتغمس بتغمس. وريني كده عم ابو، الله ينور عليك. احنا غيرنا المكان يا جماعه لان الاستاذ رضا المصور بيقول لي المكان اللي هناك ده الصوره طالعه مش كويسه فيه عشان الشمس، فقال لي نغيروا المكان نيجوا في مكان احسن. جينا للجزيره وحضراتكم فاكرينها بتاعت المره اللي فاتت، واول ما رمينا واستفتحنا الحمد لله رب العالمين. يعني هتفرج ان شاء الله. الريمه بتاكل يا جماعه، الريمه بتاكل. الله يصلح لك الحال يا مسهل الحال يا رب. يا جماعه كميه صيادين كبيره، مصرف عيسى بدا يتحرك، والناس دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كميه صيادين قاعدين بيتسلوا، الجو جميل وزي العسل. يا ريت اللي عنده وقت فراغ يطلع يا جماعه، اليومين دول الريمه متحركه، ولسه كمان بيقولوا الارصاد بيقولوا ان اليومين اللي جايين كمان ان درجه الحراره هترتفع اكتر من كده، فدي فرصه يا جماعه ان ان شاء الله الريمه بتتحرق، واللي هيطلع بريمه ان شاء الله هيروح بعشاه. ده نطت على وش الميه. سمكه ضربتها راح تنط على وش الميه. يا مسهل الحال يا رب.
ناركم زي العسل. خنينة خنينة حلوة عدلة. خنينة عدل. هاكله زي السكر الخنينة دي. ما بص شفت. يلا يلا صل على النبي يا ولد عشان الضومة طيبة. يا ما انت كريم يا رب. هي دي شلاطين الغلة اللي بالريمة. يلا هي دي الشلاطين. ايه شلاطين الغلة ايه بالريمة ايه مباشر يا جماعة. ادلوا على ودنه مباشر من الرمية للغمزة للضربة عشان يبقى كله كده على الهواء مباشر. اديله على خشمه. اهي غمزه معاها اهي. غمزه دي خلي بالك. يلا كملي 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 يا ست البنات. يلا معاك اهو راحتك 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 راحتك. يلا 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 صلي على حبيبك محمد. صلي اديله مباشر مباشر يا ولد. احنا بتوع المباشر احنا بتوع المباشر. اديله على خشمه اديله على ودنه. مباشر يا ولد. الماء اتحركت يا جماعه. الريمه شغاله والله العظيم شغاله كله بيرزق. حته عود الريمه تستنضف عود الريمه النظيف وتنزل على اي ميه دلوقتي ربنا هيكرمك بالريمه. كريم يا رب. يلا كمان واحده مباشره يا رضوان. اهي اهي مباشره اهي في البركه ده. ايه دلوقتي يا جماعه المكان ده بياكل سمكه بس رفيعه غلطاته شويه غلطات الدور ده شويه. في دور انا عارفه قدام هنا احنا هنطلع دلوقتي من المكان ده ونروح له ان شاء الله عشان ننفوق الله نجيب لنا منه سمكتين عادلين. خليكم معانا يا جماعه. Hehehehe
اوعى البلهارسة دي يا عيد هتاكل مصارينك يا ولد. السلام عليكم. سامعين عند النبي؟ سمكة عيدلة ولا سمكة رفيعة؟ في سمكة بتاكل تحت، ده في دور تحت بياكل زي المدفع. فيني؟ بس مش عارفين نصوره منه. تصوير فيه وحش. بعد الكوبري الحليل على طول. من وسط العفش حضراتكم شايفين الدور؟ لا هات الدور يا استاذ رضا لو سمحت. في وسط العفش يا جماعه اهو، وترمي حضرتك تشوف لك مكان مفتوح زي ده كده وترمي فيه السمكه بتطب مع حضرتك زي ما انت شايف كده. فحور يا ولا صل على النبي يا ولا شنطومه يا ملك الكريم يا رب. شلاطيم يا ولا شلاطيم يا ولا شلاطيم. ايه اهي اديله على خشمه. ايه دي شلاطيم الغله؟ ايه بس بالريمه. ايه شلاطيم الغله بالريمه. هي دي الرميه اللي انا عايزها. ايوه بس الرميه دي المفروض تروح اخدتين وتروح واخده تحت العفش قريب شرعا. يا مساحه الحلقه اسبوع كمان حر، اسبوع كمان هيخدها. يا مساحه كملي 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 يا الله الله. صلي على النبي صلي صلي على النبي صلي. هو ده الكلام يا ولد. صلي على النبي صلي. اديله على خشمه. ريمه يا جماعه كله ينزل بريمه. اللي ليه في الريمه اليومين دول ينزل؟ جو الحر ده حرق الريمه. وبسم الله ما شاء الله الله كله هياخد عشان. يا ما انت كريم. احلى مكان ياكل الدور ده فين؟ احلى رميه للدور ده. هاي بص يلا يلا شبعي يلا. صلي على النبي صلي. شلطومه يا ولا شلطومه يا ولا. صلي على النبي مباشر كده اهو مباشر كده اهو مباشر كده اهو. اديله على خشم. والمصحف كانوا سمكتين. والمصحف قولي كده يا احمد كانوا سمكتين. السمكة الريمة اتاخدت منها اهي، والسمكة التانية كانت أكبر من دي. يا ما أنت كريم يا رب. Thank you.
كملي طيب، كملي اهي زي ما انت فاهم اهو كده يا جماعه. علشان في واحد صديقي بعت لي كومنت بيقول لي لما الاذان يبدا انا بقوم اصلي، انا بفضل الله تعالى بصلي الفجر حاضر الحمد لله رب العالمين، يعني عشان التزاما بالصلاه انا بصلي الفجر حاضر بفضل الله، يعني مش بقول كده تباهي بس الحمد لله رب العالمين. وده يا جماعه انا النهارده والله العظيم اتمتعت بالريمه، الريمه اشتغلت بجد. كل اللي هيطلع اليومين دول بالريمه ويلاقي مكان ميه بتاكل ويستنضف في دور، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يخليك، الله يخليك يا عم الحاج، ويلاقي مكان يا جماعه بياكل ويستنضف في دور، يعني ممكن حضرتك تبقى ماشي. اهم حاجه في صياد الريمه يا جماعه اختيار الدور اللي هيرمي فيه، ممكن حضرتك يبقى في وسط عفش زي ده دور مترين، الغماس هيسرح مترين تاخد منه صيده كبيره. وفي اخر الفيديو ده يا جماعه انا بشكر حضراتكم على المتابعه، ان الحمد لله ربنا كرمنا النهارده، يعني ايه